ومرحب بكل مشاهدينا في كل مكان في ساعتنا الثانية من صباح الشروق. وقال الشاعر معروف الرصافي: إن رمت عيشا ناعما ورقيقا فاسلك إليه من الفنون طريقة، واجعل حياتك غضة بالشعر والتمثيل والتصوير والموسيقى. تلك الفنون المجتهاة هي التي غصن الحياة بها يكون وريقا، وهي التي تجري النفوس فتمتلئ منها العيون تلألؤا وبريقا. خلونا نقف عند الموسيقى وسحرها الأخاذ وجمال الموسيقى. آلات كثيرة صنعت واكتشفت وابتكرت لتصنع لحن مختلف، لتصنع صوت مميز جميل باختلاف أدواتها. اليوم هنتكلم عن واحدة من الآلات الموسيقية المميزة، آلة الربابة، لكن مع هذه الآلة أيضا صوت شبابي جميل جدا من أحد الأصوات الشبابية في السودان. كلنا نعلم أن المواهب عديدة ومختلفة. هذا الصوت أتى من حلفة ليطربنا ويسمعنا بعض الأغنيات الجميلة المميزة. داخل الاستوديو اليوم معنا الفنان عمر ودريرة، عازف ربابة ومغني أيضا. أهلا مرحبا بك عمر، ازيك؟ أهلين مرحبا بك والله. كيفك؟ صباح الخير عليك. والله مين وكل سنة وانت طيب وسنة سعيدة عليك. طيب والله. كيف عامل؟ كويس؟ والله مين. عمر، دارين نتعرف الحي على سر الاسم عمر ودريرة. ريرة دي شنو، منطقة ولا؟ ريرة دي هي منطقة والغرية بتاعتنا. وين؟ اشرح لنا مكانها. وين؟ في حلفة. في حلفة. وين في حلفة بالضبط؟ يعني تبعد لجوا يعني ولا بالضبط في حلفة وين؟ في حلفة اللي جوا ودريرة. هاي غادي من حلفة، لكن هي حلفة بلدنا. ايوه. ودي الغرية غادي منها. نعم. كبيرة الغرية ولا؟ غرية كبيرة ما شاء الله. نعم جميل. طيب عمر، أنت عازف ربابة ومغني في نفس الوقت. نعم. بتعزف وبتغني ولا بتغني لحالك وبتعزف لحالك؟ بعزف وبغني مع بعض. نعم. طيب ليش نحن طوال تسمعنا حاجة كده صباحية؟ أنا أسمعكم مدام خلاص خطبوك. طيب نسمع مدام خلاص خطبوك. مازال خلاص خطبوك، انا ذنبي مني بين ودوك، انا ذنبي مازال خلاص خطبوك، انا ذنبي مني بين ودوك، انا ذنبي سكنها بعيد، انا ذنبي عذبوني شديد، بس اهل ليلي وحيد، انا ذنبي بموت شبيه الصيد، انا ذنبي مدام خلاص خطبوك، انا ذنبي الأخضر البسام، أنا ذنبي ضارب قلب سهام، أنا ذنبي كتني شوق، انا ذنبي والفؤاد محروق، انا ذنبي مدام خلاص خطبوك، انا ذنبي مني وذوق، انا ذنبي
هويت انا ذنبي عذبوني شديد بس ساهر ليلي وحيد انا ذنبي مفقود شبيها الصيد انا خلاص خلاص خطبوك انا ذنبي من غير ودوك انا ذنبي شكرا جميلا عمر ودريرة على هذا اللحن وهذه الأغنية. لكن الأغنية وجمال كلماتها بخليني أسألك إنه من اللي بيكتب لك؟ يعني من اللي قاعد يكتب ومن اللي بيلحن؟ عندي كلمات ما سهلة يعني، كلمات جميلة وحلوة جدا يعني. الأستاذ أحمد الشاعر. أحمد الشاعر ودائما بيكتب لك ولا تعاملت مع عدد من الناس يعني؟ عدد من الشعراء. والله تعاملت مع كل الشعراء يعني، ما واحد. جميل، كلهم من أهل المنطقة نفسها؟ لا كلهم ما من هالمنطقة. ما من هالمنطقة؟ من حلفة لكن. من حلفة ومن كذا ومن كذا. نعم كويس تمام. منو لحن الأغنية؟ لحن دار الأغنية. أنت ملحن؟ يعني أنت عازف ربابة فنان وملحن. دي مواهب عديدة. نسمع لحن ثاني طيب. نسمع ثاني. برجاك طول العمر شان اليقين حامل الصبر برجاك طول العمر شان اليقين حامل الصبر برجاك طول العمر شال اليقين حامل الصبر اطر بفوح شايل شذا حامل انواع على اطر بفوح شايل شذا حامل الماء على طول برجاك طول العمر شال اليقين حامل الصبر عند بريدي كتير الماضي جاي لي يا مر برجاك طول العمر شال اليقين حامل الصبر عيني يا جافة المنا جافه المنام يا غالي والله سهل برجاك طول العمر شرقين حامل الصبر Thank you.
سايل شذار حامل وعلى برجاك طول العمر شرفيقين حامل الصبر عند مريدك كثير الماضي جاي لي عمر عند مريدك كثير الماضي جاي لي عمر برجاك طول العمر يقين حامل شايل شذاك حامل انواع على طول برجاك طول العمر شرفيقين حامل الصبر الليل شكرا جميلا عمر، يعني برضه اغنية جميلة جدا واداء متميز. عمر انت بدأت متين؟ يعني بدأت تغني وتعزف على آلة الربابة؟ انا بدأت قبل 4 سنة. قبل 4 سنة؟ نعم. طيب آلة الربابة دي بتتعلمها في مكان ولا موهبة بس؟ والله موهبة بس. يعني شفتها وين عجبتك وحسيت انك انت بتقدر تعزف على الآلة دي؟ انا بسمع طبعا الفنانين وكده، وكنت معجب جدا بالموضوع. معجب جميل. طيب هي بيتم تصنيعها من ابسط الاشياء صح؟ تعملها لحالك ولا؟ لا بيعملوها مصنعين، لكن من ابسط الاشياء يعني بتتعمل. نعم. جميل جميل. لو كاتب بتحس انك انت مثلا يعني حابب تعزف فيها ومتين يعني تعزف الصباح المساء، وقبل 4 سنة كيف يعني كان بدايه العزف؟ بتقلد الاغنيات، بتكون حافظ اغنيه بتاعت فنان مثلا معين وتجي انت تغنيها؟ نعم نعم. وكيف تحس بانه اللحن زبط معك؟ بتجيب منو يسمعك؟ يعني من الناس، من اللي بيقدر يسمعك ويحدد لك انه اللي انت عزفته كويس وانت غنيت كويس؟ من استعادك يعني؟ الله يساعدني. نعم الناس كلها يعني بنطلع رحل وكده. اه جميل. بيقدر يشيلوا معاك كمان الدب كده، يشيلوا معاك، تشيلها معاك وتمشي تعزف هم بيقيموا يعني. نعم نعم. الان انت مكانتك يعني معروفه في حلفه. نعم. في ودريره. نعم. فنان كبير. نعم. بتشتغل حفلات صح؟ اشتغل. جميل. احنا بدنا لك التوفيق والله دائما انك تقدر يعني تطور من الحاجه دي وتطور من ابداعك ومن اغنياتك، والتلحين ذاته جميل يعني. الاغنيه اللي فاتت برضه الحان تاعي انت؟ نعم نعم. جميل. نسمع حاجه تاني. طيب سمي لنا الحان تاني. واتفضل اذنك معاك يلا يلا يا ملاك، واتفضل اذنك معاك يلا
يلا يلا زورنا ولا لو ما ظن فينا يلا يلا يا ملاك والفضل إذنك معا يلا يلا سيورينا ولا دم أظن فينا يلا يلا يا ملاك والفضل إذنك معاك مرة في الهجرة تلينا عمر. عمر انت يمكن انا كنت بتكلم معاك قلت انك بتقرا، بتقرا وين؟ انا كنت بقرا في حلفة. بتقرا في حلفة في كام هسه؟ في الجامعة يعني ولا في المدرسة لسه؟ والله خليتها الان. ليه؟ والله خليتها بدري. بقيت مع الغنى. نعم. ركزت مع الفن. جميل. احنا بنتمنى لك انه ربنا يوفقك في مجالك اللي انت اخترته، في الاخير دي موهبتك ودي الحاجة الحاسة انك بتلقى نفسك فيها. نتمنى نسمع عنك انك فنان كبير بآلة الربابة، عازف متميز وملحن متميز برضو موهوب وفنان صاحب صوت جميل. احنا شاكرين لك كثير جدا انك اليوم كنت معنا طربتنا باغنيات حلوه. ممكن نسمعكم واحده؟ طبعا لازم نسمع معك اغنيه اخيره نختم بها. نعم. يلا سمعنا.
قلبي لا توك تنوح اسمعني وانساها الجروح مضام بتنبض فيك الروح والعذاب لا بتروح اسمعني وانساها الجروح مدام بتنبض فيك الروح والعذاب لا بدي روح الليل يا قلبي انساه الجفاك اسمعني وارجع بقفاك لا تبكي لا تحزن عشانه هو زول ناكل لهواك يا قلبي انساه الجفاك اسمعني وارجع بقفاك لا تبكي لا تحزن عشان زورنا كل لهواك مدام بتنبض فيك الروح والعذاب لا بدي روح الليل يا قلبي لا امتين العناد صدقني ما بطل يا مراد انت عاشق له مخلص هو عاشق ذا سواك انت عاشق له هو عاشق ذا سواك يا قلبي لا توكد روح اسمعني وانساها الجروح مدام بتنبض فيك الروح والعذاب لا بدي روح والعذاب لا بديره الليل يا قلبي لا توكتنه اسمعني وانساها الجروح مدام بتنبض فيك الروح والعذاب لا بديره ارجع بقفاك انت عاشق له هو عاشق ذا سواك
سواك يا قلبي لا تبكي تروح صاحبي من ساهج روح ما دام بتنبض فيك الروح والعذاب لا بتروح شكرا جميلا عمر ودريرة عازف على آلة الربابة وأيضا ملحن وفنان. نعم. استمتعنا جدا معك شكرا لك. تسلمي كثير وتحية خاصة للأستاذ عبد المنعم صالح اللي هو جمل الحلقة بتاعتنا كمان عازف الأورجان. نعم. نعم تحية له. شكرا عمر نتمنى لك التوفيق. يديك العافية. مشاهدينا متواصل معكم أكيد عبر صباح الشروق ودعونا نشاهد هذا التقرير عن تكريم نظارة الشكرية بقرية جوز القلاحي. أصلا هي تعارف للشكرية في جميع أنحاء البطانة، فالدعوة طبعا دعوة من أهل القلاحيب لنظار البطانة وعمد ومشايخ البطانة، وبالشكل هي أساسا ربط للنسيج الاجتماعي، ربط للنسيج الاجتماعي في المنطقة، فليس هي دعوة لعنصرية أو قبلية أو جهوية، بل المقصود منها هي تفعيل للدور الأهلي بين المجتمع السوداني، المجتمع السوداني بجميع أطيافه. المناسبة العامة دي يعني نحاول نجمع القبيلة وخاصة الشباب يتعرفون بعضهم على بعض، وقبيلة قرية القلاحيب هي اصلا يعني قرية طرفية من الناحية الشمالية لحدود شرق النيل، فدرنا الشباب يحاولوا يتواصلوا مع اهلهم في المحلات البعيدة من الشكرية من الناحية الجنوبية والشرقية والغربية وعموما قبيلة الشكرية. نحن طبعا مرحبين بسادة الضيوف، هو ممثل دائرة القضارف الشيخ أحمد حمد أبو سين. بعزوك الشكاري اللي قنعهم في ظليم النجم العشير ومارقت بيضيم، لذلك حناضي الموشرة بقضيم يا بطانة النظارات الممت انساسة وسايغي قاعدة تاريخ عن جدودنا وناسها، إن صالت خيولها ودقوا ليها نحاسة بالضوق الجبالك لو قلم لو حناسة. نحن العزة هي ندقة النقارة، نحن صغارنا فوق الموت بعرض بطارة، نحن العندنا العمد المكوك ونظارة، نحن اليوم ملاحمنا الجوان فضارة. ابشر والله نحن الفيها فاتحة ديارنا مي مكفولة، مش مع ضيفنا بيك أقدم صناب مو فولة، الخوانة ليه قلوبنا شد ممهولة والكازانة في الميدان ما ياخذ الجولة، يا بطانة الما بعرف خوف فرسان وتأمين الكيوف، صغير هنا الفوق الكتوف بتباشر إن شاف الضيوف. بشر والله بشر للغاشي برموها الردوف. أبشر والله فرسان اللغة النجب وكرام النزة أصحاب العقول الوافرة وأهل العزة، كم لله فيك أفضل المحاسبة يبرزق أبضي نسرة والفرزة العنود انجزة. سعنا كثيرا بهذا الاحتفال الذي جمع كل مكونات المجتمع في محلية شرق الجزيرة بجميع قبائلها وبيوتها وأطرافها،
وكان الاجتماع يعني بيمثل تجمع سوداني أصيل. فيه رسالة واضحة من قرية على بعد 15 كيلو من النيل شرق مدينة العيدج، لترسل رسالة للخرطوم لأن الشعب السوداني شعب يأمل في السلام وإصلاح الحال. وجرب سيفنا وجرب سيفنا وجرب سيف يا هي نحن في قرية تهنى الجلاحيب الليلة فرع من فروع الشكرية العريقة، هم أبناء الشيخ عوض الكريم وشاع الدين والدتوين. وحقيقة أهلنا في الجلاحيب ابتدروا هذه البادرة الطيبة لتجميع أو التعارف للتواصل لفترة الغياب الطويل لفروع الشكرية الممتدة في بقاع السودان المختلفة. نحن نعتبر دي هو ما تكريم حقيقة، تكريم للقبيلة كلها، ما تكريم لقياداتها، لكن بنفتكر أنه الخطوة دي خطوة حقيقة يعني فكروا فيها شباب متفاعلين مع التطور التاريخي والتطور السياسي والتطور الاجتماعي في هذه المنطقة. احنا من الآن بنعتبر أن الجلاحيب هي مركز بداية انتقال لكل قبائل الشكرية الممتدة على طول أنحاء السودان إن شاء الله للتواصل وللتآدد ولجمع الكلم إن شاء الله. وصلنا لآخر فقرة من برنامج صباح الشروق، ودائما في الفقرة الأخيرة من نهتم بأهم الأخبار في الساحة الرياضية والمستديرة الخضراء. داخل الاستوديو معنا لتحليل أهم الأخبار الرياضية الأستاذ عبد الرحمن عيدروس، كاتب صحفي ومحلل رياضي. أهلا ومرحبا بك عبد الرحمن، كيف حالك؟ مرحبا بك أخت لينا، ومرحبا بالسادة المشاهدين، صباح النور عليكم كلكم. صباح السعادة عليك. نبدأ أولا في قراءة آخر المستجدات الرياضية، وأهل الخرطوم يتعاقد مع دومينيكو سعيد في ظل هذه العقودات الحالية. نعم، يمكن شفنا الانتدابات الشتوية جاءت على غير عجات ساخنة وقوية، فجر يمكن أنا أعتقد أنه أهل خرطوم مفاجأة من عيار الصغير في انتداب أفضل لاعبين الآن في الخرطوم الوطني. تكلم عن دومينيك أبوي المهاجم وسعيد صديق، يمكن هما من أفضل اللاعبين الآن في الخرطوم الوطني. الفريق كان بيعول عليهم كثير في المواسم الماضية، خاصة دومينيك أبوي وسعيد صديق اللاعب الشاب. لكن خلينا نقول يعني صراحة مجلس أهلي الخرطوم اللي تكون
قبل 4 أيام دخل بثغله أو بثغله خلينا نقول في التسجيلات، وواضح جدا أنه أهل الخرطوم يمكن يكون وضع يمكن خطة جيدة يدير بها هذه الانتدابات، خاصة الأمين العام الجديد لأهل الخرطوم. نحن هنا بنقدم له التحية، الأخ عوض الجزاري، يمكن يكون هو كان مهندس هذه الصفقة ونجح في أنه يسدد يمكن ضربة قاضية لخرطوم الوطني، والجميع يعرف يمكن الندية الكبيرة بين الخرطوم والأهلي، خاصة أنه ده في خرطوم 2 وده في خرطوم 3، فالديربي دائما بيكون حتى في الأجواء بتاع التسجيل بتكون ساخنة جدا. فبالأمس خلينا نقول أنه الخرطوم 3 كلها بأمس كانت يمكن غاضبة، وعلى هذه التسجيلات اللي يمكن يكون الخصم اللدود أنه يسجل منك أفضل لاعبين، فدي كانت ضربة قوية سددها يمكن عوض الجزار نعم للأهلي خرطوم، واللي يمكن يكون هو بيقدم في مستويات متباينة، واعتبر أنه دومينيك وسعيد صديق هما إضافة كبيرة لفرقة برهانتية. نعم، أيضا في ظل هذه التعاقدات المريخ يتعاقد أيضا مع أبو القاسم لاعب أمل عطبرة. نعم، المريخ يمكن بهدوء تام يمكن نجح في أنه يسجل لاعب الأمل عطبرة أبو القاسم عبد العال، بالإضافة لجد كومر مدافع الأمل عطبرة. أعتبرنا انتدابات محلية مميزة للمريخ ستفيد الفريق، إذا ما كان حاليا يمكن في السنوات في المواسم المقبلة ممكن يشكلوا إضافة، لأنه لاعبين مميزين جدا قدموا مستويات مميزة مع الأمل خاصة هذا الموسم. وأنا يمكن أقول المريخ عكس نادي الهلال تماما، يعني بيقدم حتى في التسجيلات بهدوء تام، حتى الصفقات تطبق على نار هادية، يعني يعرف كيف يسجل اللاعبين يمكن كيف أفضل أو نعم ممكن كيف يصطاد في الأجواء الهادئة في الميركاتو الشتوي. جميل، أيضا أبرز التسجيلات الفرق من ضمنها الهلال اتفق مع السموال، وهلال الأبيض يتعاقد مع حميدة وعمرو. نعم، يمكن ملف السمو المرغني بالذات يمكن يكون هو كان من ضمن الثلاثي اللي كان او ضمن الرباعي اللي كان فتره قيده ومنتاز في نادي الهلال، ونجح الفريق او نجح اداره الفريق في انه تعيد قيد عبد اللطيف بوي القائد، بالاضافه لمحمد مختار بشا وعمار الدمازين. كان في هناك جدل كبير وتخوف كبير من عدم اعاده قيد السمو المرقني اللي يمكن انا بعتبره الان من افضل لاعبي الهلال في الخط الخلفي، يمكن جوكر الهلال في خط الدفاع، يلعب في منتصف الدفاع ويلعب في الرواق الايمن وكذلك الايسر، يمكن لاعب مميز جدا. انا ما اعرف انه اداره الهلال لماذا لم تعيد قيد اللاعب مباشره، هو نعم بالامس يعني يمكن الخبر اسلك صدور الهلال باعاده قيد اللاعب لموسمين، لكن خلينا نقول انه في كانت ضبابيه في الايام الماضيه حتى في اعاده قيد السمو المرقني. نعم، ايضا كما ذكرت هلال الأبيض تعاقد مع حميده وعمرو. نعم، ايضا هلال الأبيض يسير بخطه ثابته في التسجيلات، انا اعتبر انه هم اضافه حقيقيه، خاصه عمرو نجم الاهلي مروي اللي هو يعتبر من اميز لاعبي الوسط في الدوري الممتاز، اضافه حقيقيه لكشف هلال الأبيض اللي يمكن بيشرف عليه خالد هيدان، وخالد هيدان يمكن بالاسم طلب هؤلاء اللاعبين، وده باكد لك الرؤيه الفنيه الثاقبه للجهاز الفني لهلال الأبيض بقياده المغربي خالد هيدان. ايضا امل عطبر يمكن كسب لاعب رابطه كوستي. نعم، ايضا الامل عطبر في يمكن يكون بعد ذهاب عدد من الاسماء البارزه حاول انه يعوض باسماء جيده، ولاعب رابطه كوستي اعتبر انه هو ايضا من ضمن الاسماء الجيده في الساحة، واعتبر أنه هي أيضا ستكون إضافة للمدرب كفاح صالح في هذا الموسم. ماذا عن جلنطة وخطاب والخرطوم؟ أيضا خرطوم الوطني برضو امتدابات مميزة، ولا لاعبين شباب صاعدين، الخرطوم طبعا بيحاول أنه يمكن الضربة اللي سددها له الأهلي الخرطوم بتعاقد مع دومينيك وسعيد صديق، أيضا هما اسماء جيده جدا، خاصه شفنا انه بالامس يعني حتى كان بتواجد ابراهوما كان موجود في التسجيل ومحاضر المدير الفني، بالاضافه للتسجيل المتاخر كان لحسين الجريف، واعتبر انه حسين الجريف اضافه حقيقيه لخط دفاع الخرطوم الوطني، وهو لاعب شاب، شفنا الطريقه اللي خرج بها من نادي الهلال وفي شطبه وفي الخطا اللي ارتكبه في مباراه الوسط الاماراتي وكلفت الهلال الوداع، لكن اعتبر انه ضم حسين الجريف للخرطوم الوطني بالامس رفقه هؤلاء اللاعبين سيكون اضافه كبيره، وممكن نشوف اللاعب يتطور ويعود مره اخرى للقمه. يمكن جماهير النجم الساحلي غاضبه لدرجه انها هي حصبت لاعبيها بالحجاره بعد ما تعادلوا في الدوري التونسي مع الافريقي، وينتظر قدومهم للخرطوم مع الهلال. نعم، يمكن النجم الساحلي خلينا نقول انه بيغدي في مستويات باهته في اخر 4 مباريات، الفريق لم يعرف طريق الانتصار، خسر من الملعب ثم خسر من النجم المتلوي، والخسائر الافريقيه القاسيه كانت امام الهلال، ثم اردف الفريق بتعادل مخيب للامال
امام الافريقي التونسي اللي كان منقوص العدد منذ الشوط الثاني. الفريق النجم ما قدر انه يستغل هذا النقص العددي بالفوز وحقق تعادل مخيب قبل جوله الاياب امام الهلال. خلينا نقول انه الفريق الان اربع مباريات، هذه لاول مره تحدث في تاريخ النجم الساحلي انه يفشل في تحقيق الفوز في اربع مباريات، وده شيء سلبي جدا او رقم سلبي في تاريخ النجم الساحلي. لذلك الجماهير يمكن صبت جام غضبه على اللاعبين والجهاز الفني اللي خرجوا تحت حمايه الشرطه، وده باكد لك انه الهلال ممكن عنده فرصه كبيره انه يحقق انتصار الاياب في مباراه السبت ان شاء الله امام النجم الساحلي. نعم، ايضا من الاخبار يمكن هزيمه هيتافي من بثلاثيه من الريال في الدوري الاسباني ومباريات اخرى. نعم، يمكن الريال بعد توقف لأعياد احتفالات رأس السنة والكريسماس عاد بقوة وضرب بثلاثية أمام خيتافي. يمكن الفريق بعد التعثر في كلاسيكو وقبلها في بالخسارة أيضا بالتعادل أمام فالنسيا، الفريق عاد ولملم أطرافه، وشفنا أنه زيدان يتطور مباراة لأخرى، ده بأكد لك أنه الريال بيسير في الطريق الصحيح في الانتصارات في المباريات الأخيرة، والفريق الآن هو في الصدارة بفارق الأهداف عن برشلونة. نعم، في الدوري الأسباني هل في مباريات أخرى؟ نعم، أيضا برشلونة فشل في الابتعاد بالصدارة وإنقاذ لتعادل مخيب في ديربي كاتالونيا أمام إسبانيول بهدفين مقابل هدفين، ويمكن كانت صدمة كبيرة للبلوغرانا لأن الفريق يمكن إسبانيول يتواجد في المركز الأخير وبرشلونة يتواجد في المركز الأول، فكان فارق كبير، لكن أحكام الديربي دائما لا تحترف بالمنطق ولا تحترف بقوة برشلونة، والفريق خسر يمكن نقطتين قليلة جدا في سباق اللقب على الدوري الأسباني. الدوري الإيطالي. نعم، بالأمس يمكن شفنا أنه خسارة مذلة لروما أيضا في الديربي أمام تورينو في ملعب الأولمبيكو بالذات، هدفين يمكن كانت قاسمة الظهر لروما اللي ما بقدم فيه مستويات جيدة، يعني يمكن عكس انتر ويوفنتوس اللي يمكن بهيمنوا على الصداره تماما، روما لا يسير يمكن بخطى ثابته عكس لاتسيو اللي نجح في انه يفوز بلقب السوبر الايطالي على يمكن على يوفنتوس، لكن عموما روما قادر انه يعود ويمكن يحتفظ على الاقل خلينا نقول يشارك في دوري الابطال او يحقق المراكز الاربعه الاولى المؤهله لدوري ابطال اوروبا. أنا شكرا لك كثير جدا عبد الرحمن عيدروس الكاتب الصحفي والمحلل الرياضي على هذه المساحة التحليلية لأهم الأخبار والمستجدات في الساحة الرياضية. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا سادة المشاهدين. بالرياضة دائما ما نختتم مشوار الصباح من صباح الشروق. انتهت حلقة اليوم، نتمنى أنه تكون كانت حلقة جميلة مميزة، تكون استمتعتوا برفقتنا، نكون قدرنا قدمنا ما يفيد المشاهد. أكيد بكرة حلقة جديدة، فريق عمل جديد، إعداد جديد، وحتى جديد اللقاء. تقبلوا عاطر التحايا مني ومن فريق العمل. أقعدوا عافية، في أمان الله.